وبمناسبة بقى الحواديت، ايه رأيكم نبدأ اول حدوتة من المنوفية وتحديدا قرية شما اللي بتشهد احداث ساخنة بعد مقتل محمد العليمي عامل على يد احد افراد من عيلة ابو حريرة، وقوات الامن القت القبض على 55 شخص بعد قيامهم بالتجمهر وقطع شريط السكة الحديد احتجاجا على وفاة هذا العامل. معايا دلوقتي علاء عيسى وهو شقيق العامل المتوفى الى رحمة الله تعالى. استاذ علاء، البقاء لله اولا وشكرا على المشاركة معنا في 90 دقيقة. يا ترى ايه اللي بيحصل عندكم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا حضرتك بنتكلم على العظيم محمد عيسى العليمي. ايوه. اللي حضرتك ممكن تعمل مداخلة مع محافظ المنوفية تسأله على محمد عيسى العليمي اللي عمل مشروع الجنيه الواحد في قرية شامة واشترى قطعتين أرض بمليون و300 ألف من مشروع الجنيه الواحد لمدرستين اثنين لقرية شامة. محمد عيسى اللي عمل مشروع الألف نخلة اللي بدأ منه لحد دلوقتي 250 نخلة مزروعين في القرية. أي. انقتل البارح على إيد بلطجية بيمارسوا الإرهاب في القرية من أكثر من 15 سنة ولا 20 سنة في القرية. من أول أبوهم لأمة محمد علي أبو حريرة ومسعود علي أبو حريرة وسامح علي أبو حريرة ونبيل علي أبو حريرة وهيثم علي أبو حريرة وجابر، لا جابر فهيم جبريل وفهيم جابر جبريل وإله جابر جبريل. الناس دي متصورة بسلاح وما كانش محمد أول ضحية لهم، يمكن 12 ضحية له، الضحية ال 12 له. إزاي وقعة القتل حصلت إزاي يا أستاذ علاء؟ وقعة القتل إحنا سمعنا الماتش حضرتك. محمد جاله تليفون طلع خد الموتوسيكل وطلع يشوف اللي كان عايزه دوت في كوبرا عندنا اسمه كوبرا حمام، واحد كان واقف اللي هو سامع على ابو حريره واقف مستنيه بالطبنجه هو ولال جابر جبريل ومعاه عربيتين اثنين واقف مستنيه على رجله. محمد عدى بالموتوسيكل راح ضربه اول طلع في بطنه راح واقع بالموتوسيكل. راح ضربه واحده في عينه واحده في بقه واحده في دماغه واثنين في صدره ست طلقات. يعني اللي بيتابع بيقول لك الله، طب يعني الخصومه كانت عن ايه بالظبط؟ الخصومه يا فندم كانوا قاتلين ناس قبل كده. الخصومه كانوا محبوسين في قتل خمسه قبل كده والقضاء طلعهم براءه. وما كانش الخمسه دول ده كانوا قاتلين قبلها اثنين. يعني كانوا قاتلين قبلها اثنين وكانوا قاتلين ثلاثه من قريه جنبها السماء اسمها ساقيه المنهدي. يعني طب بعد انا طبعا عارف ومقدر مشاعرك جدا وبقول لك طبعا البقاء لله وربنا يصبركم جميعا، انما بعد حادثه القتل حصل خطوه اكيد من قبل جهات الامن. يا ترى المتهمين اللي حضرتك بتتكلم عنهم دلوقتي هم دلوقتي في قبضه الشرطه ولا فين؟ لا انا مش في قبضه الشرطه، المتهمين قاعدين في قصر داوود وعايشين حياتهم في اي عادي والشرطه بتمارس اللي المفروض تعمله معاهم معانا احنا. ازاي؟ الشرطه بتمارس اللي المفروض تعمله، واخدين اكتر من 80 واحد عندنا من البلد حابسينهم ومش هيطلعوهم دلوقتي. وانت بتتهم هؤلاء الاشخاص انت بتتهم هؤلاء الاشخاص تحديدا ليه؟ ايه السبب؟ السبب ايه؟ محمد اصلا واقف ضدهم ان هم بيتاجروا في المخدرات والحاجات ديت وهم منغاضين منه وبعتين له تهديدات قبل كده والحكومه عارفه كده. الحكومه عارفه كده، يعني محمد رايح مبلغ اول امبارح ان هم بيهددوا بقتله، ورايح مبلغ محمد الساوي رئيس مركز اشمون ان هم بيهددوه بالقتل، والناس ديت كانت قاعده بسلاح في دار في البلد عندنا لان هم مطرودين من البلد عندنا. وكانوا قاعدين نازلين في اليوم دوت في ظرف البلد عندنا عند واحد ومحمد بلغ عنه وما فيش اي خطوه من المباحث. طيب انت قلت السلاح الالي عادي في الدنيا بحالها، هم الشرطه وهم الحكومه. طيب هم الدنيا بحالها ماشي، ما فيش شرطه في البلد البلطجيه، هي بلد البلطجيه يا استاذ معتز. طب بص يا استاذ علاء، انا خليتك تقول ال الروايه كلها من وجهه نظر واحده، وانا طبعا يعني عارف كويس انك انت
شقيقك توفي او قتل في هذه الحادثة المؤسفة، بس خليني علشان ابقى فاهم الموضوع بابعاده كلها ادخل طرف تاني يقول لي ايه اللي حصل. معايا دلوقتي في اتصال اخر من المنوفية من شمة الاستاذ مصطفى خالد وهو شاهد عيان على هذه الواقعة. يا ترى تقدر تقول لنا ايه يا استاذ مصطفى؟ مساء الخير. استاذ مصطفى خالد سامعني ولا في مشكلة في الاتصال؟ طيب على بال ما نحاول ان احنا نرجع الاتصال مع الشاهد العيان هرجع الاستاذ علاء عيسى مرة تانية. لو سمحت تقولي دلوقتي بعد ما اتهمت اشخاص محددين وبعد ما انتقدت دور الجهات الامنية في التعامل مع الاسرة بتاعتك، تقولي ايه المطلوب حاليا من وجهة نظركم؟ المطلوب يا فندم ان حضراتكم تسالوا مركز اشمون بحاله مش طايق ينزل، مركز اشمون بالكامل كرات، انزلوا حضراتكم اسالوا على الناس ديت في مركز اشمون بالكامل مش في شمه بس، وشوفوا الناس ديت ايه، وشوفوا الناس دي قتلت كام واحد، وشوفوا الناس دي سرقت كام واحد، وشوفوا الناس ديت بهدلت جهاتك العرض كام واحد. الناس ديت يا فندم بتمارس الارهاب اكتر من الارهاب اللي فينا. طيب عموما الاستاذ مصطفى خالد شاهد العيان انت قلت الكلام ده وانا يعني فهمته تماما، بالطالب بضبط واحضار كل من يشتبه في قيامه بقتل اخوك، وطبعا من حقك. بس على كل حال معايا دلوقتي الاستاذ مصطفى خالد وهو شاهد عيان، حضرتك تقدر تقول لنا ايه؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم. يا ترى يا استاذ مصطفى وانت على الهواء مباشره، وشقيق الضحيه او شقيق المتوفى الاستاذ علاء عيسى بيقول انه محدش اتقبض عليه، وبيقول ان الناس دول كانوا في خصومه جامده جدا بينهم وبين الشخص القتيل. يا استاذ معتز، يا استاذ معتز حضرتك سامعني؟ انا سامعك، اتفضل. طيب حضرتك انا هبدا معاك الموضوع من اوله. اتفضل. تمام؟ ايوه. هستاذنك ان انت تسمعني شويه. هسمعك، اتفضل. احنا من قريه شم عشمون منوفيه. المشكله دي ببلدنا النهارده بقالها 6 سنين. اولا محمد اللي مات صديق شخص ليا. تمام؟ ايوه. انت بتقوله عامل، انا قال لي كلمه وجهها له في بطل. حضرتك احنا كان في بلدنا عائله اسمها عائله اولاد ابو حيره. العيله ديت كانت بتمارس جميع ما هو محرمات دولة على عينك يا تاجر، من مخدرات لسلاح لدعارة لكل ما تشتهيه الأنفس، واللي ربنا حرمه هم كانوا مطبقين. جم في سنة 2004 قاموا بقتل واحد من البلد اسمه بدر أبو طواح. أنا مش مهتم إن أنا أعرف التفاصيل دي على فكرة. سمعني كده يا باشا؟ بس مش مهتم بالتفاصيل دي كلها، انا عايزك تقول لي شهادتك على الواقعه. ايه؟ حبيبي سامعني كويس؟ انا سامعك يا باشا. بقول لك يا عم مصطفى، ايه اللي حصل، ايه اللي حصل بالنسبه لمقتل محمد العليمي؟ سيبك من اللي فات، قول لي اللي حصل. ما هو انا هقول لك محمد اتقتل ليه؟ ما هو انت لازم تختصر لان ما عنديش وقت انا. قول لي اتقتل ازاي؟ طيب في 2007، في 2004، في 2006 الناس ديت قتلت بدر ابو طواح، و2007 قتلوا ايمن الدراري وايمن الثاني من قريه جنبنا اسمها سيده المنجدي. في 2011 قتلوا محمد مرزوق جناوي. في 7/2011 قتلوا ثلاثه من البلد. جامت المشكله من هنا، طلعت عليهم البلد بالكامل وطلعتهم بره البلد، الحكومة مسكتهم، انمسكت بجميع أحرازهم، بالسلاح، بمخدرات، بكل حاجة، بسيديهات مجدمة للنيابة ولكل حاجة بجرائم الناس ديت. وفي الآخر القضاء قال لهم براءة. دماغنا من فوق، إحنا ناس ما إحناش هنقدر نقف وش القضاء، ولا إحنا ناس دمويين. تمام؟ بس قلنا البلد لأ. مالهمش نزول البلد. جات الشرطة لما هم بدأوا يترددوا على القرية، جات الشرطة من مديرية الأمن طلبوا إن احنا نقعد مع الناس ديت في جلسة عرفية في مديرية الأمن. للصلح يعني. إيه؟ للصلح.
اتفضل. حضر الجلسه حضر الجلسه العرفيه 11 حكم من 11 محافظه. ايوه. حكمت الجلسه، الجلسه كانت شقين يا باشا، شق اهالي الضحايا وشق تاني اللي هو حق البلد. البلد بحالها فوضت محمد عيسى العليمي عشان يتكلم عنها. اه تمام. ايوه. دخلنا في الجلسه اتكلمنا، الضحايا اتكلموا في شق ومحمد اتكلم في شق البلد. تمام. اه فلما جينا الجلسه حكمت عليهم بالطرد، التغريد من البلد ودفع الدية، وهم في حالهم واحنا في حالنا، واحنا اتراضينا في كده. طيب بص يا عم مصطفى، الموضوع واضح ان هو كبير وملف كبير، والله يرحمه ويحسن اليه، ونتمنى له ان هو ربنا يثبته عند الحساب ويبقى من اهل الجنة ان شاء الله. وانا سمعتك وسمعت شقيق الضحية الاستاذ علاء عيسى. عايز اسمع، اعذرني ان انا بقطع علشان حرصا على وقت البرنامج، معايا الصحفي باليوم السابع الاستاذ محمود شاكر يلخص لي اللي حصل، لانه كده انا يعني تهت في التفاصيل بصراحه. يا استاذ محمود مساء الخير. مساء النور يا استاذ معتز، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. في البدايه يا استاذ معتز، انا بقدم العزاء لاسره الشهيد او للضحيه اللي توفت النهارده في القريه. احكي لحضرتك ما حدث في عجاله حتى يعني عشان نحافظ على وقت البرنامج. في البدايه احنا كان في حاله من الغليان انتابت قريه شمه بمحافظه منوفيه مساء امس عقب مباراه مصر وغانا، والتي شهدت طلقات ناريه اودت بحياه محمد عيسى العليمي ابن قريه شمه، التي على اثرها قال شهود العيان الذين تقابلنا معهم في القريه اكدوا بان مصطفى وخيري تقابلنا معهم واكدوا ان المتورطين في هذه الواقعه هم احد عائله ابو حريره والمحكوم عليها في احد الجلسات العرفيه التي حكمت فيها في القريه بطردهم وتغريمهم مليون جنيه. التفاصيل التي حدثت بعد ذلك. يا ريت يا محمود، انا عارف طبعا حرصك على العربية الفصحى، بس انا عندي جمهوري ربما يكون بيتابع ومحتاج يعرف الموضوع من غير توهان. قول لي ايه اللي حصل وايه سبب التجمهر وقطع الطرق؟ الحالة الغليانة معتز اللي حصلت في مدينة شمة النهاردة، حصلت رد فعل مباشر على حصل من قتل محمد عيسى. محمد عيسى كان هو يعتبر المفوض الوحيد بالقرية، وهو القائم بأعمالها والقائم بمشاريعها والمفوض بجميع الأعمال في القرية. بمجرد أن انتشر خبر وفاة محمد عيسى في القرية إلا وسادت حالة من الغليان. هناك مسيرات جابت القرية، هناك مجاميع انطلقت على الطريق الرئيس الرابط ما بين شمة وأشمون وإلى طريق القطار. قام العديد منهم بالتجمهر الى القطار. يعني حاله غضب حصلت بعد سماع نبأ مقتل محمد عيسى. هل تمت السيطره؟ سببها ان هم كانوا بيطالبوا بدماء الشهيد او محمد عيسى، وان هو يتم التوفيق للاوضاع في القريه وعدم نزول العائله مره ثانيه. تمام. قوات الامن نزلت طبعا، قوات الامن بشكل كبير بشكل مكثف، مدير امن المنوفيه اللواء خالد ابو الفتوح نزل، دكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه، قوات التشكيلات الامن المركزي كانت موجوده بشكل مكثف في مداخل ومخارج القريه، خشيه ان يكون هناك تربص او يكون هناك اشتباكات ما بين افراد العائله. تم السيطره على الوضع الامني يا استاذ محمود؟ الى الان هناك حاله من الاحتقان الشديد بالقريه، تواجد مجاميع متواجده ما بين شريط القطار ومجموعه متواجده على الطريق الرئيسي، ولكن دون قطع للطرق المختلفه. الطلبات يا استاذ معتز اختصرها لحضرتك، هم بيطلبوا بثلاث مطالب. اول حاجه دم الضحيه، وان يكون هناك محاسبه لمن تورط في هذه الواقعه. الطلب الثاني ان يكون هناك عدم نزول لهذه العائله او احد افرادها الى القريه مره اخرى. الطلب الثالث وهو الافراج عن ال 55 مواطن والذين تم القبض عليهم اليوم
اثناء صد التجمهرات التي كانت متواجده ما بين الطرق شمه وعشمون وبين محطة تمام الصور. تمام، متهيألي كده ممكن نختم لان انت قلت طلباتهم، واعتقد الرساله كده وصلت لكل من يهمه الامر. شكرا للاستاذ محمود شاكر اليوم السابع على هذه المداخله. ثلاث طلبات: دم الضحية، لازم يحصل مسألة المساءلة والمحاسبة، شرطة ونيابة طبعا ده أكيد. اتنين، وبعد النيابة طبعا يبقى فيه يعني قرارات إحالة، يبقى فيه محاكمة ونشوف إيه اللي هيحدث. المحاسبة طبعا، المحاسبة والمساءلة بتحقق مبدأ الردع، ومن غيرها ما ينفعش أي مجتمع يعيش في استقرار، احنا فاهمين ده كويس. نمرة ثلاثة، الإفراج عن حوالي 55 شخص من عيلة القتيل، ربما يكونوا تجمهروا أو شيء من هذا القبيل. وعلى كل حال الطلبات احنا قلناها، ويعني ايه ما على الرسول إلا البلاغ. هنشوف ازاي الجهات التنفيذية هتتعامل مع هذه القضية وهنتبعها ان شاء الله. دلوقتي